طيب نبدا بتقرير الطب النفسي والعقلي. التقرير باختصار قال انه تم الكشف وتوقيع الكشف عن المتهم حقا لمعمر الدين محكمه بعد ايداعه في مستشفى الصحه النفسيه والعقليه، وانه بالكشف عليه تبين كامل ادراكه ووعيه العقلي والنفسي، وانه غير مصاب باي نوع من انواع الامراض، فضلا عن انه التقرير قال انه اعتاد الكذب وانه حاول المراوغه في الاجابات اكثر من مره، وانتهى التقرير الى انه حاول ادعاء المرض النفسي بشكل ساذج، وختم ختمت اللجنه اللي اصدرت هذا التقرير حديثها بنتيجه نهائيه مفادها ان المتهم في كامل قواه العقليه والنفسيه، وانه مسؤول عن افعاله وتصرفاته سواء في وقت ارتكاب الجريمه او في وقت الكشف عليه. بالنسبه لحصل في احداث الجلسه، استاذنا الفاضل المحامي المتهم متمسك بطلباته، وطبعا طبقا للتعديل اللي حضرتك قلت عليه فانه هذا التعديل منح محكمه الجنايات الحق في تقدير وتقرير مدى جديه الدفاع فيما يبدي للطلبات ومدى جوهريتها في تغيير مسار او عقيده المحكمه. ولهذا فالمحكمه نبهت على الاستاذ الزميل الفاضل بانه يترافع في الدعوه بحالتها، الا انه تمسك بطلباته، واعتقد من وجهه نظري انه المحكمه الموقره كما قرر السيد الرئيس انها ستندب المحامي صاحب الدور لاستكمال المرافعه عن المتهم اذا استمر تمسك الاستاذ المحامي المتهم بطلباته والامتناع عن المرافعه. مش عايز اقول انها مراوغه، انا ارى دائما في راي زميلي ايا كان هو وجاهه، وهو يتحدث عن دفاع معين ومساله معينه، حقه ان يتمسك بها كما يشاء، ومن حق المحكمه طبقا للتعديل الذي اشرت اليه انها تمتنع عن اجابته لهذا الطلب، وكما امرت بنافذ رفع لحالتها، وبرضه يعني وافقك الراي بانها محاوله لاطاله امد التقاضي ليس اكثر، خاصه انه المتهم معترف بجريمته، والتقرير حسم مساله صحته العقليه والنفسيه كما ذكرت قبل. المفروض كان في رفع نيابه النهارده ولكن المحكمه اعتقد انها رفعت الجلسه لتأجيلها لجلسه اخرى ونشر محامي. الحاله دي مش هيكون في مرافعه نيابه، هيتم تأجيل. لسه هنشوف المحكمه او الدفاع يعني. طبقا للقانون ان يحضر دفاع المتهم مرافعه النيابه العامه حتى يستطيع ان يرد عليها ردا سائغا اذا ما كان لذلك الرد وجه. القاضي قرر السيد الزميل الاستاذ الفاضل حاضر المتهم انه عليه طلباته وانه عليه ان يترافع في الدعوه بحالتها، وهذا امر ثابت في محضر الجلسه وحق اصيل للمحكمه لا بدلا له. اولا هناك مبدا قانوني شهير انه لا يجوز للمتهم ان يصطنع دليلا لنفسه، هذه واحده. الامر الاخر تقدير مدى جديه الادله وانتاجها في الدعوه وتاثيرها على ما جاء فيها من وقائع واقوال هو حق اصيل للمحكمه، وهذا ما ردت به المحكمه وقالت ان المحكمه ستنظر فيما قدم وستنعقد في المداوله، وبعد المداوله سيصدر اما قرار سواء كان بالتعديل او بمد المساعدات الفنيه او بغيره او بالاستماع للشهود او بالحكم في الدعوه كما قرر السيد. كل مستند وكل دليل وكل قاله وكل حرف ينطق امام المحاكم تطلع عليه المحاكم، تقصده حقه، ترد عليه في احكامها وفي حيثيات حكمها حتى لا يشوب حكمها اي شائبه من مخالفه القانون او مخالفه الثابت في الاوراق او غيره.